دلوقتي جه ميعادنا مع الاحداث اللي هتحصل النهارده، منها هيتم افتتاح المهرجان الاول للزيتون الساعه 10:30 الصبح، وهيستمر لمده 5 ايام في حديقه الاورمان في الجيزه. النهارده كمان هتبتدي الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي صرف معاشات شهر ديسمبر، مع استمرار صرف المنحه الاستثنائيه لاصحاب المعاشات للشهر الثاني على التوالي. النهارده كمان هيكون في 4 مباريات قويه في الجوله الثالثه والاخيره دور المجموعات في كأس العالم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم افتتاح المهرجان الأول للزيتون الساعة 10:30 الصبح، وهيستمر لمدة 5 أيام بحديقة الأورمان في الجيزة. المهرجان هيتضمن معرض للزيتون وكل منتجاته، وهو مخصص للبيع المباشر للجمهور بأسعار وعروض حصرية للمهرجان. وكمان هيشمل فقرات ترفيهية وتثقيفية ومسابقات عديدة، ده غير فقرات يومية للطبخ بزيت الزيتون والتعريف بقيمته الغذائية وأهميته الصحية. النهاردة هتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات ديسمبر، مع استمرار صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات للشهر الثاني على التوالي، وبيستفيد من المنحة دي 10.7 مليون مستحق معاش في مصر. النهاردة كوكب المريخ هيوصل لأقرب مسافة ليه من الأرض، بيطلق عليها نقطة الحضيض، وهيكون في حدود 80 مليون كيلومتر، في ظاهرة بتحدث كل 2 سنين تقريباً ومفيش ليها أي تأثير على كوكبنا. بالنسبة لماتشات كأس العالم، النهاردة في 4 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. هيلتقي منتخب المغرب مع منتخب كندا الساعة 5، وفي نفس التوقيت هيلتقي منتخب كرواتيا مع بلجيكا. الساعة 9 بالليل هيلتقي منتخب أسبانيا مع منتخب اليابان، وفي نفس التوقيت مباراة منتخب ألمانيا مع منتخب كوستاريكا.